ينضم إلينا أيضا من العاصمة الخرطوم رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان مرجيني. أهلا بك أستاذ عثمان عبر سكاي نيوز عربية. كيف يمكن قراءة أولية للتطورات المتسارعة على الأرض والقرارات التي ذهب إليها البرهان، وماذا سيقول في إحاطته أمام الإعلاميين بعد ساعة من الآن؟ نعم، يعني تلقينا دعوات لإحاطة كما وصفتها، ليس مؤتمرا صحفيا، لأن الطريقة التي تلقينا بها الدعوة كانت تشير بصورة واضحة بأن البيانات ستكون من اتجاه واحد فقط، هو تنوير للإعلام وليس مؤتمرا صحفيا، يعني لن تتاح فيه فرصة لتقديم الأسئلة. لكن واضح تماما أن الأوضاع ربما تسير في مزيد من التأزيم على الأرض، ما تزال هناك انتشار أكبر للتروس التي تقام في الطرق، الحركة تشل بصورة تدريجية أكثر وأكثر، مع انقطاع الاتصالات ازداد الوضع سوءا بالنسبة للمواطن العادي، وازداد الإحساس ربما لدى الكثيرين بأن الأمور قد لا تسير في الاتجاه الصحيح، طالما أن الإجراءات لا تزال في اتجاه التضييق أكثر من الاتساع، مع إغلاق الكباري التي تربط المدن الثلاث في العاصمة. كل ذلك يجعل هناك إحساس كبير لدى المواطن بأن الأوضاع لم تستقر ولن تستقر بهذه الصورة. ربما الذي يفاقم هذا الإحساس أيضا الضغط الدولي الذي بدأ يتشكل بصورة أكبر مما كان عليه في اليوم الأول. اليوم مع انعقاد الجلسة المغلقة لمجلس الأمن متوقع أن تصدر قرارات ربما تكون طيب ضد. هذه القراءة التي تفضل بها أستاذ عثمان، الموقف الدولي، الدعوة إلى حكومة مدنية، تستفيد منه اليوم كل هذه الاحتجاجات على الأرض، الدعوة للعصيان المدني المفتوح، كيف يمكن أن يكون المشهد في الأيام المقبلة حتى يوم الجمعة؟ في تقديري لا تزال هناك فرصة، لكن فرصة ضيقة جدا لمعالجة الأمور واستدراك الوضع مرة أخرى، لأن الجميع الآن كل الأطراف التي لها علاقة بالأزمة الآن تحس أنه المطلوب الآن السلامة أولا، خروج الوطن سالما من هذه الأزمة أولا، قبل توجيه أي اتهام لأي جهة أو قبل توجيه أي صوت لهم لأي جهة. بمعنى آخر أن الآن الفرصة ضيقة ليس فقط لتصحيح الأوضاع، إنما ل إخراج البلاد من سيناريو قد يكون سيناريو غير قابل بعد ذلك للاستعادة مرة أخرى، تنحدر الأمور في اتجاه غير مرغوب فيه مع هشاشة الأوضاع الأمنية وتضعضع الأوضاع بصورة عامة في البلاد، قد ينزلق البلاد كلها في اتجاه آخر. هناك ما تزال فرصة، لكن الذي ربما لا يمنح يعني قدرا معقولا من التفاؤل أن المشهد الآن ليس فيه أطراف كثيرة، يعني الطرف الأساسي هو الجيش الذي أصدر هذه القرارات، الأطراف السياسية غائبة تماما، يعني هناك صحيح مجموعة أصدرت بيانات تأييد للإجراءات التي تمت، لكن ليس هناك أي مجموعات أخرى تستطيع مثلا أن تتفاوض، أن تحاول إخراج البلاد من الوضع الذي فيه. كل ذلك يجعل الإحساس بأن استمرار هذه الأوضاع على ما كانت عليه صعب جدا. هناك في تاريخ السودان حادثة مشهورة في العام 1971 عندما تم تغيير عسكري عن طريق الجيش، لكنه لم يستمر أكثر من 3 أيام تحت ضغط نفس الوضع الراهن الآن، ضغط المحاصرة خارجيا والمحاصرة إقليميا والمحاصرة داخليا أدى لإفشال ذلك الانقلاب خلال 3 أيام. أستاذ عثمان، تربط بين مشهد 1971 والتطورات اليوم وأيضا حل اللجان التسييرية المرتبطة بالمؤسسات العامة، من خشية لتكرار هذه السيناريوهات بالنسبة للشعب السوداني؟ من فضلك الإجابة في دقيقة ونصف أستاذ عثمان. نعم، يعني الآن كما ذكرت لك يعني الوضع أسوأ كثيرا مما كان عليه مثلا في سنة 1971 عندما كان هناك انقلاب لمدة 3 أيام، لكن الوضع الآن فيه مخاطر أكبر. القوات الموجودة الآن على الأرض الذين يحملون السلاح حتى من المواطنين العاديين، اتساع رقعة التوترات، الأوضاع الاقتصادية الهشة جدا، الضغط الدولي، يعني الآن أنا لاحظت في كل البيانات التي صدرت من جميع الدول من جميع المنظمات هي لم تستخدم أي مفردة بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة، استخدموا مفردة الانقلاب العسكري بصورة مباشرة، وهذا يعني أن المجتمع الدولي سيسير في مزيد من التضييق
ومزيد من القرارات يعيد السودان إلى مربع العزلة التي نعم. كانت فيها. رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان مرجيني كنت معنا مباشرة من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.